إضافة بقى للمادة 77، يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الجامعي على الأقل. إحنا ما عدناش عايزين عصافير ولا عايزين بصمجية، أنا عايزين مصر الحديثة، مصر فيها كفاءات وفيها شهادات مش لاقية شغل. الزراعيين في مهندسين زراعيين، اللي في الصناعة في مهندسين صناعيين، يبقى نلاقي الكوادر اللي هتقود البلد صح. ما نجيبش البصمجي ولا اللي ما بيعرفش يفك الخط عشان يقعد هنا ويقول رأيه وورطنا معاه، يبقى قاعد عشان يبقى تابع لجهة واحدة، يرفع إيده عشان عايز فلان، ما يرفعش إيده عشان مش عايز فلان، ما يلزمناش ده. لازم نبدأ صح يا أولاد. لازم تكون. يبقى لازم إيه؟ يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الجامعي على الأقل، يعني ما تقوليش فوق متوسط أو متوسط أو زي ما قالوا في الدستور التعليم الأساسي. التعليم الأساسي ما هو ممكن يشتريها بالفلوس.